الو، لا يا جيكا، ازيك؟ عامل ايه؟ هو استاذ حلمي ظهر ولا لسه؟ طب عاوز انا من التليفون لو سمحت. خبر حلو ايه؟ ليه مش هتعرف تشرح لي؟ طيب خلاص ماشي، ما تنساش بس النمره بليز. لما نتقابل. خلاص ماشي، اوكي، طيب، سلام. ايه في ايه؟ مش عارفه، بيقول لي لا حاجه هتودي سميح في داهيه، بس ما قاليش ايه هي. حاجه ايه؟ مش عارفه، قال لما نشوفه هيقول لنا. المهم بس الموضوع ده يخلص بسرعه، الشهر اللي احنا مأجلينه على الفرح قرب يخلص، ومامي عماله تزن عليا. ما تقلقيش، احنا خلاص قربنا. عاملين ايه يا بنات؟ تمام يا ماما. مالكوا سكتوا كده لما انا جيت؟ ايه نظريه المؤامره دي يا انتي؟ عموما براحتكم انتوا الاثنين. انجي، في ايه؟ اجلنا الفرح شهر وانتي ما بتعمليش اي حاجه من اللي قلتي عليها، ولا حتى اخترتي فستان الفرح. مامي انا مش عارفه، بس انا مش هتجوز سميح ده. ايه؟ ليه؟ ايه اللي حصل؟ انتوا اتخانقتوا؟ لا، بس بصراحه كده يعني هو مش من مستوانا. ايه الكلام الجديد اللي اول مره اسمعه ده؟ في ايه يا رينا؟ مفيش يا طنط، بس هي مش مقتنعه بيه. تحاول توصل لكم كده من الاول وانتم مش راضيين تصدقوه. فجاه كده؟ انا لازم افهم كل حاجه في ايه. مامي من فضلك ما تضغطيش عليا اكتر من كده. قلتي لبابي الكلام ده؟ لا، بس هقوله له. انا لازم افهم. يو بقى يا مامي. في ايه يا رينا؟ ايه اللي حصل؟ انت خبيين عليا حاجه؟ اصبري يا جلجله، هي هتقول لكم على كل حاجه. بصراحه ما بقتش فاهمه لكم اي حاجه، لما يجي شوقي بقيت فاهم معاكم. Thank you.
وشلنا الصوت وجبنا دي قبل دي تبان كأنها رشوة. تمام قوي. ألو، أيوة يا باشمهندس. أه كله تمام الحمد لله. أنا كنت عايز منك خدمة، عايزك تشوف لي حد من بتوع المونتاج بس يكون من حبايبنا. أيوة، من اللي بيكتموا السر. ماشي ماشي، هكلمك. سلام. عشان لو قليت بأصلك يا شوقي هحطك تحت القطر. واهلا بالجسم الانسيابي والممشوق، المنتج الاول في الخليج واوروبا، اكس جانر، متوافر بطعم الفانيليا والشوكولاته، فهو خليط من المستخلصات النباتيه. عشق فقط، ضعوا ملعقتين على كوب من الحليب واستمتعوا بطعم القضاء على النحافه. واهلا بجسم الرياضيين وممشوق. لا حول ولا قوه الا بالله. الناس هتلاقيها منين ولا منين؟ في ايه؟ اعلانات النصب والدجل اللي بقت ماليه التلفزيون اليومين دول. ما لو الاعلانات دي مش موجوده القنوات دي كلها هتقفل. بس لازم يكون في رقابه على الحاجات دي. دول شويه نصابين ودجالين بيلعبوا بهموم الناس عشان ياخدوا اللي في جيوبهم. الناس لاقيه تاكل لما تنصب عليها. العيب مش عليهم، العيب على الرقابه اللي بتسمح لكامل الفارغ ده انه يتذاع والناس بتصدق. صدق الناس خلاص من كتر اللي شافته ما بقتش تصدق اي حاجه وبتشكك في كل حاجه. تكتبي ايه؟ اول مقال عن سميه. برافو. كتبت بقى عن ابوه وعيشته عامله ازاي؟ كتبت عن كل حاجه، وبدات باول حرفين من اسمه سين عين، لحد بس ما يبقى تحت ايدي مستندات مش هرحمه. طب بقول لك ايه؟ ترحمين انا بقى وتسيبي اللي في ايديكي ده طيب حاضر، هبعته ايميل للجريده وهفضلك. طيب. اكسر كله يا بيه، اكسر كله. انت زي العسل يا بيه. تعالى عاوزاك. عايز ايه؟ تعالى بس وانت تعرف. عايز ايه يا بنت الناس؟ مالك؟ متغير معايا ليه؟ لا متغير ولا حاجة. أمال مديني وش الخشب ليه؟ يا فرحانة في ايه؟ انت فاضية وبتتسلى على خلق الله؟ لا يا جيك، أنا حاسة إن أنت زعلان مني وزي ما يكون في حاجة عاوز تقولها لي. لو في حاجة عايز أقولها لك يا فرحانة هقولها لك على طول. هو مدرس الغبرة قال لك حاجة عني؟ لا، أنا بقالي مدة ما شفتوش. أمال إيه؟ وأنت لسه حاسس إن في حاجة بيني وبين سميح؟ أنت حرة يا بنت الناس. طب أنا هقولك، عشان أنت زي أخوه. سميح وعدني بالجواز. أنت ما تعرفوش كويس. ده ما يهموش أي حد في الدنيا دي إلا نفسه. ليه بتقول كده؟ ده بيحبني. أنا كمان بحبه قوي يا جيك. أنا عايز أعرف أنت بتقولي الكلام ده دلوقتي ليه؟ عشان بعتبرك زي أخوي. لكن يا خسارة، خيبت أملي فيك. خيبت أملي فيك؟ يا بنت الناس، أنا قلت لك في الأول وبقولها لك تاني، سميح ده يدوس على أبوه عشان مصلحته، ما بيعملش خطر لحد. آه مالك يا فرحان؟ مغص مغص يا جيك. آه طب تعالي تعالي. ما تقلقش قوي كده، مبروك المدام بتاعت حضرتك طلعت حامل، هتعمل لها التحاليل دي. سميح؟ اه. هو ده اللي بيحبك وعايز يتجوزك؟ هو وعدني بالجواز. سايق عليك النبي ما تجيب سيرة لحد يا جيك. متخافيش يا فرحانة، مش هجيب سيرة لحد. أنا مش عايز أضايقك يا بنت الناس. روحي له روحي له، شوف هيعمل معاك إيه.
اغلى حاجه عندك يا جيكا ما تسيبني. انا ماليش حد في الدنيا دي. لو الموضوع ده اتعرف وسميح بعني كله هيقطع في لحم. صفية هترميني لأهلي وأهلي هيرموني لكلاب السجن. ما تخافيش يا فرحانة، ما تخافيش، أنا معاكي ومش هسيبك، ما تخافيش من أي حاجة، والله العظيم تاتا اللي أجيب لك حقك، والله اللي أجيب لك حقك. وبعدين أنا جنبك، أنا رحت فين يعني؟ من ساعة ما وعيت على وش الدنيا دي أنا متلطمة. كل ما أعرف حد يفرش لي الأرض رمل لحد ما ياخد غرضه مني. فرحانة قلت لك أنا هجيب لك حقك، والله العظيم اللي أجيب لك حقك. خلاص بقى خليها على الله. تعالي يا بنت الناس خليها على الله. استنى استنى، بتمد لينا، مش قادر امشي. يا جيكا يا جيكا هاري سويت. تهاني استني بس هقول لك. عايز تقول لي ايه؟ بقى لي اكتر من ربع ساعه واقفه لك قدام العماره عشان في الاخر الاقيك جاي لي مع الست الفرحانه بتاعتك. سبتها ليه ما تكمل؟ روح. اسمعيني بس. مش عايز اسمع حاجه. تهاني تهاني، فرحانه حامل من سميح. ايه؟ كنت واقف معاها فجاه تعبت، خدتها وديتها المركز الطبي اللي في اخر المصدة. الدكتور كشف عليها وقال لي مبروك المدام حامل. هو ده اللي اخرني عنك. وانت ايه اللي خلاك اصلا بتقف معاها تتكلم؟ كانت بتسال على عم جنيدي. وبتسالك على عم جنيدي ليه؟ وبعدين هي تعبت، ما حدش غيرك هتقول للدكتور؟ البنت كانت حياتها تصعب على الكافر. البيع عشمها وبعدين خلي بيها. طب روح انت، يبقى قلب ابيض استر عليها. انا عارف انت ما بتحبهاش، بس دي وليه وملهاش اي حد. واللي حصل لها ده انا ما يرضنيش، ما يرضنيش ان يحصل لاختي مش اكتر. بص يا جيكا، انا عارفه ان انت جدع وقلبك زي البفته البيضاء، بس من فضلك بقى ما تسوقش فيها. انت بتغير عليا ولا ايه؟ ده ايه ده؟ لا لا لا، مخك ما يودكش لبعيد يا حبيبي. غير عليك ده ايه يا حبيبي؟ ما يودكش لبعيد. وايه اللي معصبك طب كده؟ عادي يعني، متعصبه بقالي اكتر من ربع ساعه واقفه مستنياك. قلقت احسن يكون جرالك حاجه يعني. طب ما دام الموضوع كده بقى وبتقلقي وبتغيري، طب ما نروح للراجل ابو عمك وكولا ده ونعلي الجواب. يا سلام، زي الافلام الابيض واسود. وانت فاكرها سهله قوي كده؟ طويلها صعبه. طبعا صعب يعني، انا ما اعرفش عنك حاجه وانت ما تعرفش عني حاجه كده. انا قدامك هو شخص سليم، اسالي في اي حاجه وانا هجاوبك على طول من طقطق لسلام عليك. انت عندك اخوات؟ عندي ثلاثه، سعاد فوقيه وراضي. لو عاوزهم خمسه خليهم خمسه. لا كفايه ثلاثه. كفايه ثلاثه. ماشي صحيح. خرابي، كسحت النهاردة. ياه، ما كنتش عارف ان الممثلين بيتعبوا قوي كده. هو انت شفتي حاجة؟ ده انت طول النهار سارحة بدور عليكي مش لاقياكي. مبسوطة يا رجاء؟ بذمتك مش احسن من الهم والقرف اللي كنا فيه؟ ايوه طبعا، بس ايه؟ هتبسبسي ليه؟ اوعي تكوني بتفكري ترجعي للشحططة دي تاني. لا طبعا ما بفكرش، بس انا حامله هم الموني. الموني؟ يا بنت ده احنا هنتنغنق في العز. موني ايه؟ انت ما تعرفيش ان الممثلات بيدوهم الموني بالزوفه؟ لو النبي صحيح، يعني هنمشي يعني من المخروبه اللي احنا فيها دي نروح الباشمهندسين؟ احنا اول حاجه هنعملها نعزل من هنا، وحبه حبه كده هنتظبط. الله، ده كويس قوي الكلام ده. وانت عامله ايه مع طارق؟ مش عارفه، من ساعه ما ابتدينا تصوير الفيلم وانا حاسه انه متغير، ما بقاش يتكلم معايا زي الاول كتير. خيبك يا بت، انت شايفه الراجل مشغول ازاي؟ ده مشغول لشوشته. مش عارفه بصراحه، اصلي بحبه قوي، نفسي اقولها له، نفسي اصارحه بقى. استعجليش اتقلي عليه بت، خليه هو اللي يقول لك الاول. نفسي اسمعها منه بقى، نفسي نفسي يقول لي بحبك يا سميح. Thank you.
تلاقيها عايزه تاجل الفرح تاني. المره دي مش عايزه تاجل الفرح، انت عايزه تفركش الموضوع اصلا. ليه؟ ولا بعيال ولا ايه؟ صباح الخير يا بابي. صباح الخير. صباح الخير. ايه الكلام اللي مامي بتقوله ده؟ صباح الخير يا ماما. صباح النور. بابي انا فكرت كويس ولقيت اني مش هينفع اتجوز سميح ده. ليه؟ حصل ايه؟ لو اتخانقتوا فده عادي، كل المخطوبين بيتخانقوا. الموضوع مش كده يا انكل، الموضوع ان حضرتك كمان لازم توقفه عند حده. ايه اللي بتقوليه ده يا رينا؟ بابي احنا نقولك على كل حاجه، بس الاول وعدني انك ما تتعصبش، تبقى هادي. اتكلمي يا انجي، في ايه؟ انا هقول لحضرتك، سميح طلب يتجوزني عرفي، ولما قلت لانجي قالت لي كلميه شوفي هيقولك ايه تاني. ايه الكلام اللي بتقولوه ده؟ قال لها كمان اني في حياته مجرد تيكت يا بابي، علشان بس يدخل مجلس الشعب وتساعده في حياته وفي شغله. لا، سميح لا يمكن يعمل كده. انا بحبك، ما اقدرش اعيش من غيرك. انت ليه بتعملي كده؟ اني في حاجه محدده انا سالتك عليها وانت مش عاوز تفوت. انجي هتقول لها ايه؟ انا فكرت كويس في الموضوع ده، وشايف ان انسب حاجه ليها انا وانت ان احنا نتجوز. بس عارف برضو يا سميح هتلف وتدور ومش هترد على سؤالي. ليه بس؟ انجي هتعمل معاها ايه؟ انا وشوقي بيه ما ينفعش ننفصل، وهو فرض عليها الجوازه دي، ما اقدرش اكسر كلامه. ما انت فاهمه المصالح بتتصالح، يعني ما اقدرش اخلع من الليله دي. يا نهارك اسود، ده غير التليفونات اللي كنت بسمعها وهو بيتكلم مع رينا. الاهم من ده كله يا انكل انه لما سالنا عليه طلع نصاب ومزور، حتى اسمه مزوره. واحد زي سميح ده خطر على حضرتك، سلموا اسمك وشغلك وسمعتك. ليه ما قلتليش الكلام ده قبل كده؟ انجي كانت خايفة على حضرتك لا تتعب لما تعرف. الو، ايه اللي انت عملته ده؟ انت هتستهبل اللي عملته مع رينا. اسمع، الكلام ده ما ينفعش في الموبايل، تجيلي المكتب حالا. مش عايز اسمع ولا كلمه. تشيل الست اللي في ايدك وتجيلي المكتب فورا. انا كلمت الناس وعرفت انه خد الاتعاب، بس ما طلعش لحد فينا اي مكافأة. ما هي القضية لسه ما خلصتش يا استاذ ناصر، وكمان ما حطش الفلوس في البنك، كشف الحساب بتاعه جه وتراجع والمبلغ ما دخلش حسابه. معقولة؟ الاستاذ اعمل حصر بكل القضايا اللي عند سميح في مكتب الدقي،
هتبقى مسؤول عن القضايا اللي ما خلصتش، خصوصا قضيه عمر افندي. اتصل بجونارد يلغوا حجز القاعه. لما يجي سميح يدخل على طول ومش عايز مقاطعه. حاضر يا شوقي بيه. هو في ايه يا استاذ ناصر؟ انت فاهم حاجه؟ ما هي واضحه زي الشمس. الظاهر كده ان رينا عرفت تعمل اللي كلنا ما عرفناش نعمله، وعرفتهم الصمت على حياته. معقوله؟ يا خبر النهارده بفلوس، بكره يبقى ببلاش. ازيك يا ناصر؟ انا كويس ومية مية، بس يا ترى انت كويس؟ ازيك؟ ايه اللي عملته مع رينا ده؟ عملت ايه؟ انت هتلف وتدور عليا؟ هي اللي جت لحد عندي وحاولت معايا، قلت لها ان انا بحب انجي، بس هي ما اقتنعتش، فضلت تحاول. ما رضيتش اقول لك تلمها علشان ما تعملش مشاكل. انت هتستهبل يا واد. رينا سجلت كل كلمه قلتها لها، كل حركه عملتها معاها، عشان عارفه انك وسخ. لا لحد هنا وستوب يا شوقي. انا مش عشان سكت لك تقوم تسوق فيها. اعرف انت بتكلم مين. انا سامح السرف. نسيت نفسك يا واد. انا اللي عملتك، وباشاره من صباعي ده امسحك. انا ما نسيتش نفسي، انت اللي نسيت انا مين. انا بيك او من غيرك كنت حابة سميح. سميح بيه الصرفي. وبدل ما تقول لي همسحك اشكرني عشان بدل فضايحك. فضايحي؟ انت بتقول لي ايه؟ فضايحك معسول. الهلس. الهلس يا سيادة الدكتور المستشار النائب. يعني انت بتخبط بتقول لي ايه؟ بقول لك ان انت اللي علمتني ان الرجاله في الحزب ما بيحبوش الشمشار. اي حد بيعمل شمشره او فضايح بيخلصوا منه. ولو زي ما انت بتقول يعني ان انت اللي عملتني، انا اقدر اقول لك دلوقتي انا ممكن امسحك. طبعا بره مكتبي، واياك تروح مكتب الدقي، ولو شفت وشك بعد كده هتبعك. انت بره يا كلب. انت الظاهر عليك كبرت وخرفت، بقيتش تفهم الكلام من اول مره. اللي بيته من الازاز ما يحدفش الناس بالطوب، واللي يولع نار يبقى عارف ازاي يطفيها. ما تولعهاش عشان هتعرقك لوحدك. Thank you.
معقوله ربنا استجاب لدعائي بالسرعه دي؟ ايه ده؟ هو انت كنت تدعي ربنا يبعت لك عشاء ولا ايه؟ هو انت على طول كده مش عايزه تريحيني؟ طب يلا كله. هو ايه ده يا جيكا؟ ده حلمي. يعني بحلم ببيت يضمنا سوا، ها؟ يضمنا يعني. ايه ده بجد بقى؟ ايه ده يا جيكا؟ اختراع لفيت بيه على طوب الارض عشان حد يعمله. اختراع؟ ايوه اختراع. يا بنت انا جامد قوي بس مش لاقي فرصتي في البلد دي. عارفه؟ أنا ساعات بفكر في حياتي اللي عدت، بلاقي الدنيا خدت مني حاجات كتير أوي. الأول كنت بزعل وبغضب وبتضايق، بعدين فهمت. فهمت إيه؟ فهمت إن مفيش حاجة ببلاش. يعني إيه؟ يعني كل حاجة الدنيا خدتها مني ربنا عوضني قصادها بحاجة، وأنا دلوقتي أخدت أغلى حاجة. أغلى حاجة ليه إيه؟ يا تاني ربنا عوضني بيك عن كل حاجة ما عرفتش أعملها وعن كل حاجة راحت مني. تاني أنا بحبك. 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 طب قولي أي حاجة. أنا كمان بحبك أوي يا جيكا. بص يا عادل، انا عايزك مبدئيا تشيل الصوت. هنبدأ من هنا. عايزك بقى ترتبهم ورا بعض لحد ما نوصل لما بياخد الفلوس وبيحاسب. ده ده ايوه. بس هنا هيبقى آخر، والباقي طبعا كله هيتشال. تمام كده؟ تمام. الحكاية دي تاخد منك وقت؟ لا اديني ساعة بكتير قوي. طب يلا اشتغل واعمل لي سيدي هاي. انا هعمل تليفون وبعدين افضلك نتكلم شوية، عايزك في موضوع. اتفضل. فيك يا مسعد. ايه خلصت؟ طب اخلص بقى وتكلمني تديني تمام بعد ما تخلص. ماشي ماشي. هشوف. مين اللي بعت الورد؟ ما قاليش. هانا حضرتك مدام جليلة؟ أيوة. ماشي كده خد الورد بقى. Thank you.
Thank you.